يعني بالبدء تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. لا شك أهلا توجد هناك بكم. معطيات وأسباب موجبة سند عليها السيد محمد الشياع السوداني، وتحديدا بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت بعض قيادات الحشد وتحديدا في بغداد، واستهدفت مقرات رسمية تابعة للدولة العراقية. أعتقد أن هذا الخرق المباشر من قبل الولايات الأمريكية على السيادة العراقية دفعت السيد محمد الشياع السوداني أن يخرج بهذا القرار. أيضا هناك أسباب أخرى أعتقد توافرت وتأكدت لدى السيد محمد الشياع السوداني، منها وجود قوة أحزاب سياسية قامت بإنتاج شخص السيد محمد الشياع السوداني، هي لا ترتبط بعلاقات جيدة مع الولايات الأمريكية. أيضا فيما يتعلق بإنهاء تنظيم داعش وعدم وجود لهذا التنظيم أي أثر في العراق، على اعتبار أن تنظيم داعش انتهى 99% ولم يبقى له تأثير ولم يعد يشكل خطر لأمن العراق. أيضا فيما يتعلق بمدى إمكانية الجيش العراقي وأصبح جيش قادر على مواجهة أي تنظيم إرهابي، إضافة لما يحدث في غزة ومنتدعيات غزة، ولربما أن العراق سوف يدخل في هذه الحرب التي قد تدخل العراق في حرب وصدام دولي ما بين إيران والولايات الأمريكية والدول الداعمة لموضوع غزة. أعتقد هناك معطيات دولية ومعطيات داخلية دفعت بالسيد محمد الشياع السوداني أن يصدر بهذا القرار حتى لا تزداد هذه الضربات، تكون العراق عبارة عن بلد لاعتداءات خارجية. أيضا الولايات نعم الأمريكية لربما هي أيضا لم تعير أي أهمية للدولة العراقية ولم تأخذ رأي الدولة العراقية ولم تعمل على مناقشة الدولة العراقية، بالرغم من أن الولايات الأمريكية صرحت بأن هناك تعاون من قبل الدولة العراقية. أعتقد أن السيد محمد الشياع السوداني هو اليوم في وضع سياسي صعب وهو محرج، على اعتبار أن الولايات الأمريكية وإن العراق قاطعها أمنيا، فإن الولايات الأمريكية لديها تأثير اقتصادي على العراق، على اعتبار أن موضوع الدولار وموضوع العملة العراقية أعتقد مرتبطة بالقرار الاقتصادي الأمريكي. نعم سيد عزام، ولكن هل تعتقد بأن الحكومة العراقية بالفعل قادرة على إنهاء وجود قوات التحالف في البلاد في الفترة الحالية؟ يعني أعتقد من الصعب جدا إنهاء وجود قوات التحالف في الدول العراق، على اعتبار الحكومات السابقة وحتى البرلمان العراقي صدر أكثر من قرار تشريعي بضرورة إنهاء وجود قوات التحالف في الدول العراق. لكن أعتقد أن القرار الأمريكي وتحديدا العسكري والاقتصادي هو قوي وحاضر في المنطقة، ليس في العراق وإنما حتى في عموم الدول التي تمتلك سيادة كاملة وتمتلك حضور اقتصادي وأمني، وتحديدا في دول الخليج والدول العربية الأخرى. أعتقد أن مسألة إخراج الأمريكان موضوع صعب جدا، اعتبار أن السفارة الأمريكية وأن القرار الأمريكي في العراق ينظر بأن العراق يجب أن يكون ضمن المشروع الاقتصادي والأمني في المنطقة. الولايات الأمريكية هي تسعى إلى جعل العراق عبارة عن نافذة أمنية على جميع الدول التي تشكل خطر على المصالح الأمريكية في المنطقة. أعتقد موضوع تواجد الأمريكان في العراق هو يرتبط بالأمن الدولي والإقليمي للأمريكان. أيضا فيما يتعلق بموضوع الاقتصاد، أعتقد حتى وإن كان العراق قادر على أن يخرج من عباءة القرار الأمريكي وتحديدا العباءة الأمنية، فإنه لا يستطيع أن يخرج من العباءة الاقتصادية. الكل يعرف بأن عائدات النفط العراقية هي تخزن عائداتها في البنك الفيدرالي الأمريكي فيما يسمى الدولار، وبالتالي أعتقد أن الولايات الأمريكية سوف تعمل على استخدام الضغط الاقتصادي وسوف تعمل على رفع الوصاية والحصانة عن الأموال العراقية، وبالتالي العراق سوف يتعرض إلى نكبة اقتصادية. أعتقد مجمل تلك المعطيات نعم قد تعمل وقد تعيق قرار السيد محمد الشياع السوداني، ولكن السيد محمد الشياع السوداني هو يعمل ما هو عليه ويتخذ قرارات، وبالتالي يبقى القرار على عاتق المعطيات التي سوف تتوافر في المرحلة المقبلة. نعم سيد عزام، دعني أنتقل معك إلى المطالب الأخيرة لوزير الخارجية التركي، حيث طالب بمنح منصب محافظ كركوك للمكون التركماني على الرغم من فوز الكرد بغالبية الأصوات، يليهم المكون العربي، يعني ما اعتبره الكثيرون تدخلا مباشرا في الشؤون العراقية. برأيك لما تحاول أنقرة إثارة الإشكاليات بين مكونات العراق وتحديدا في محافظة كركوك؟ يعني للأسف الشديد ما يعيب النظام السياسي وما يعيب الدولة العراقية أن البلد هو منتهك للسيادة. هناك من يحتل الشعب العراقي فكرا، هناك من يحتل الأرض العراقية برا، وهناك من يحتل العراق اقتصادا. أعتقد أن الوضع في العراق هو وضع معقد وصعب، وأن العراق أصبح بؤر لتدخلات خارجية، البعض منها ينفذ على شكل ضربات والبعض منها ينفذ على شكل تصريحات سياسية. أعتقد ما ذهب به السيد هادوكان وزير الخارجية التركي وادعائه بأن التركمان يجب أن يكون لهم منصب محافظ، أعتقد هذا تدخل سافر
في الشان العراق وتدخل سافر في الحدود الوطنيه للعراقيه، كان يفترض ان يكون للدوله العراقيه رد سياسي، رد دبلوماسي ورد سياسي لهذا، لكن للاسف الشديد الدوله خجوله في مواجهه تلك التدخلات الخارجيه. اعتقد منصب محافظ كركوك هو شان داخلي، وان كركوك بجميع مكوناته المعنيه بتنفيذ تلك الاجنده الوطنيه، اما ترك الامور لتدخلات خارجيه اعتقد سوف يزيد الازمه وسوف يعيق. وايضا على جبهه التركمانيه في كركوك، تستذكر تلك التصريحات على اعتبار ان تعاطيها بشكل ايجابي مع تلك التصريحات، هذا يعطي سبب مباشر لباقي مكونات كركوك الاخرى ان ايضا تمت بعلاقات طيبه مع الدول التي تعمل على دعمها. على سبيل المثال المكون العربي قد يلجا ايضا الى المجتمع العربي والاقليمي في المنطقه ويعمل على جلب الدعم الدولي لهم على اعتبار ان حقوقهم في كركوك هي مهمشه ومقصيه. وبالتالي اعتقد تلك التدخلات الخارجيه فيما يتعلق بموضوع الاغلبيه، اعتقد ان العرب يشكلون اغلبيه وهم استطاعوا ان يعملوا على تحقيق مقاعد عليا في مجلس محافظ كركوك. الموضوع في كركوك هو موضوع وطني، وبالتالي ليس لاي تلك الدول ان تتدخل في الشان العراقي، وان تدخله يعتبر تدخل سافر في الشؤون الوطنيه لهذه المحافظه. نعم، كنت معي من كركوك السيد عزام الحمداني المتحدث الرسمي باسم تحالف العروبه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.